مروان شريف بيقول لي ما تدينا حته كده على طرف المعلقه. بص يا مروان، صلي على النبي، تامر دبور مساء الفل عليك. ناديه وعصام ابو كريم ومحمد بنزي تمام، واحمد حمدي وحسن الحديدي وحسن الضاحي واسماعيل وشعبان، اسماعيل عادل ونادر وميدو وسامح وهناء وكورة مش عارف ايه ومحمد حلمي وخالد خليف تمام، ونادر وطارق سير ستور ومينا ابراهيم، مساء الفل عليك يا مينا. ماشي تمام كده، رامي وجمال واحمد، يعني مجموعة كبيرة جدا من الناس حبايبنا اصدقائنا. انا نفسي قاعد منتظر، يعني طبعا في مجموعة من الكواليس بتحصل او مجموعة من الاحداث بتحصل في الكواليس، مجموعة من الاحداث والاجراءات اللي بتتم بشكل سريع في الكواليس، وانباء عن قرار مهم جدا خلال ساعات. انا قاعد كنت يعني المفروض كنت هطلع الظهر وبعد كده اجلت شوية انتظارا لقرار، وبعد كده قلنا هنطلع العصر، وبعد كده قلنا هنطلع كده على الساعة 7 8، وبعد كده في الاخر خالص ايه بقى يعني قلت لا ما بهاش ما يعني ما بيدهاش فايدة، اطلع ولو حصل حاجة يجي لي بقى على الايه على الواتساب. ما حصلش حاجة خلاص يعني، بس ولو ان اعتقد يعني الساعة 11 ونص دلوقتي يعني اعتقد يعني ان ممكن ما يبقاش النهارده، يعني اعتقد ممكن بكره، ممكن بكره الظهر، لا يعني ما الله اعلم. انما يعني مش عاوز اقول لحضراتكم معلومه مانيش واثق متاكد منها بنسبه 100 ايه 100%. انما اللي انا واثق ومتاكد منه بنسبه احمد بيقول لي متاخر اللايف متاخر ليه، عشان كده عشان قاعد منتظر 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 لغايه ما يطلع حاجه رسميه هتبقى مدويه طبعا. طبعا هيبقى موضوع كبير. ما هو انا اللي بيقول لي تلميح، اللي بيقول لي طب ايه هو القرار، اللي بيقول لي حاجه على طرف المعلقه، اللي بيقول لي طب ايه قول تامر دبور، يعني انتوا عارفيني كويس، ما فيش كلمه تطلع من بوقي الا ما تبقى صحيحه وسليمه وخبر مؤكد بنسبه مليون المليون ايه في المية. تمام. فطبعا يعني ما مش عاوزين ايه يعني نألف، مش عاوزين نفتي تمام، انما ان شاء الله باذن الله حاجه هتسعدكم كلكم وهتقعد ناس كتير قوي في بيوتها مش عارفوا يعملوا ايه بعد كده، بعد ما اللي جنب بقى هتقفل والورق هيتلم والنت هيخلص والحاجات دي، يعني الامور هتبقى ايه، الامور هتبقى صعبه.